يبقى وصفتنا مشروم استريجانوف، هيبقى كيلو من المشروم متقطع شرايح سميكة، أو وحدة المشروم هتتقسم على 4، بصلة كبيرة متقطعة شرايح، عندنا كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من النشا. هنحتاج كمان نص كوباية كريمة طهي نباتي، ودي بتبقى متوفرة في السوبر ماركت. عندنا مكعبين مرقة خضار، 3/4 كوباية مية، معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ملح وفلفل اسود. وهنحتاج للتقديم مكرونة مسلوقة. تمام، دي مقاديرنا، ويلا بينا بقى علشان نشتغل. بداية هنحط صينية على النار، وهنحط فيها معلقتين ثلاثة من الزيت، المشروم ازاي ننظفه؟ المشروم من الحاجات اللي ما ينفعش نغسلها. هنعمل ايه؟ هجيب مناديل المطبخ او فوطة مطبخ نظيفة، وامسحه كويس جدا من بره، عشان لو في اي حاجة او شوائب وكده هنمسحه كويس قوي من بره، وبعد كده هنقطعه. تمام، المشروم مش بيتغسل. وتعالوا بينا يلا نبدأ ناخد البصل، دي بصلة متقطعة شرايح، هنضيفها على الزيت اللي في الطاسة، وهنبدأ ان احنا نشوحها ونخليها تدبل كده. في فئة كبيرة جدا نباتية بيحبوا الأكل ما يكونش فيه لحوم وفراخ، في كمان إخواتنا المسيحيين دلوقتي عندهم صيام، فالوصفات دي هتعجبهم جدا. في ناس كمان او كلنا عموما في يوم في الاسبوع او يومين او ثلاثة على حسب ما بنحبش ناكل فيها ولا لحمة ولا فراخ، فدي تبقى الوصفات دي هتبقى بديلة للكلام ده. كده احنا حطينا في البداية معلقتين من الزيت، نزلنا فيهم ببصلاية متقطعة شرايح بالشكل ده، وبدأنا ان احنا نقلبها على النار علشان تدبل. واول ما احس كده انها ابتدت تدبل هضيف لها الثوم المفروم، فصين ثوم او معلقه ثوم مفروم صغيره، هنقلب كله مع بعضه. طيب انا شوحت كده البصل مع الثوم وابتدوا هياخدوا لون بسيط. تمام، هنزل بقى بالمشروم، وزي ما قلنا تنظيف المشروم ازاي وتقطيعه كمان، وهنبدا بقى نشوح المشروم مع البصل ومع الثوم في معلقتين الزيت اللي احنا كنا حطيناهم في البداية. المشروم من الحاجات المغذية جدا جدا، نسبة البروتين فيه عالية، ده تعويضا عن اللحوم والفراخ. المشروم بدأ ان هو يدبل، يدخل في التسوية. تمام، خد لون كمان حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. وتعالوا بقى بينا نضيف له بقية المكونات. عندي الدقيق، لا ده سوري، ده النشا هنخليه دلوقتي. هنحط مكعبين المرقة، هحط توم بودر، وادي البصل البودر، وحط كمان الملح والفلفل، مش هكتر الملح عشان حاطين مكعب مرقة، ونقلب كده. بدأت البهارات كمان تتحمص مع المشروم، هتدينا ريحة وطعم هايلين جدا. ومكعب المرقة اللي احنا حاطينه ده مكعب مرقة خضار. تمام، فيبدأ يفك ويسيح معانا، ريحته هايلة جدا. وتعالوا بينا نجيب مية، نجيب معلقة، ونحط حوالي كوباية الا ربع من المية على النشا. بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نستبدل النشا بدقيق. تمام، يعني في ايدينا ده او ده. هقلب النشا وزي ما قلنا ان المشروم هو بديل صحي جدا جدا للحوم والفراخ، لانه فيه كمية بروتين عالية، كمان ما فيهوش دهون، فحتى لو في حد بيعمل دايت ولا حاجة فيقدر ياكل الاكلة، هتبقى بالنسبة له برضو صحية جدا ولذيذة جدا جدا، وبيقلل من الكوليسترول في الدم وبيقوي المناعة.
هايل جدا. بصوا كده خلاص ابتدى ياخد لون حلو قوي. تمام، هضيف الاول الصويا صوص، واضيف كمان حوالي كوبايه من الميه. بعد ما حطينا له معلقه من الصويا صوص، حطينا له كمان حوالي كوبايه من الميه. شايفين كل الطعم اللي كان لازق بقى في الصينيه من تحمير البصل والثوم والمشروم ابتدى يطلع واداني لون حلو قوي. تعالوا بينا بقى نحط معلقه النشا اللي احنا دوبناها في 3 ارباع كوبايه ميه. اخر خطوه معانا هحط الكريمه النباتي، ودي متوفره في السوبر ماركت، هتلاقيها برضو في عبوات كده ومكتوب عليها كريمه نباتي. هضيفها وكده الطبق بتاعنا بقى جاهز. عفوا، دلوقتي انا هشوف القوام، لو حسيتي ان هو تقيل شويه، شويه ميه هيظبطوا الدنيا. هتاخدي القوام اللي انت عايزاه وتطفي النار. تحفه جدا جدا. انا هزود بس شويه ميه صغيرين خالص. طبق متكامل صحي جدا، سعراته كمان قليله، ومش قادره اقول لكم طعمه جميل قد ايه. كده هو خلص معايا. اغرف المشروم زي ما شايفين كده، بصوا القوام بتاع المشروم عامل ازاي، تحفه جدا جدا، وريحته هايله وطعمه جميل، وكمان زي ما قلنا سعراته الحراريه قليله جدا، يعني ينفع لفئات كتيره حابه تاكل اكل صحي وخفيف. دي بقى هنقدمه كده مع المكرونه المسلوقه. الناس اللي بتعمل برضو نظام غذائي، في مكرونة الشوفان بقت متوفرة في السوق برضو، هايلة قوي ونتيجتها حلوة جدا، وجربتها حلوة قوي.